كلان قد شرف وسوق بقابي اسكو دواه عافمادك قبل كيران حسن احمد برقله ايا وحو كلان دير قلنا وسميه كوحدة كبدا عقت اكتوبر او كدي سنحة فد بندوين مقالده بلدوين كوحدة اكتوبر ايا كو قولي ستي ترتن كير رمضان كابكا تاسيو اي سوق بنقابسي وزارده دل يرد عياره يرشب الله مناسبة قد شرفك وحكا سوق بقليه وقايا حريكا كبدا عقت يرشب الله حسن بله قدوميها اروكا دل يرد قبل كيران محمد عبد الله إداهية يوسيدو كلا قدوميا أورك كبدا عكت قبل كيران دالي مناسبة ده وحاسي ولا جرى وها لي مسؤولين تكسو قيب قشي سيدو كلا وح جاب تكها لي كحد كبدا عكت أكتوبر وكو جولي ستي ترتن كير رمضان كابكا كحد جولي ستي حافظ أكتوبر أنا فانينين أنا عندهينين أكتوبر ساس واي تاريخ ذي ذي هوش ذي سبورتس ماشي كجوكتو دي بالو بارك الله هو مو غو درا دتك هسو بارن اي ام وحان كلي الله اكتوبر قوحا خلا خديدان هسو بارن تاريخ دوده هنا سو غارن انونن كوم عاردينن ما دام اهي اسكو دبي غوبل كو حافظ ولبب ام سي اتش كو يالا مدح كا كلي وحان عدينايا مرقاتي كنقناي اكتوبر اني تهي هريالك حافظها وانا إذن كفلاي وإذن إذن كفلاي ما لنتي كوب كلا دوناين وإذن راعي ربي بحاسك كلا سوني له أيضو لعلاب له ليري كوب كأنا سوق هذين حافظ اسكجو كلا سوني تسوني كوب كأنا سوق هذين حافظ اسكجو مرك تاس مرك عكسو تيو حلايا إن بعض سبورتس بعض سبورتس نفتي جو دفرينا ودرا إن أكتوبر وحافظ مدن إنا واحد بدن قرب لوسي أديك نفتي إذا مدنانت شرف كي أكتوبر مدن تاع هدي أسميه ويسين بقول مدنان وطن يمد كسي وين على سمينا مدن تينا كصباح أدني وهم ديرانا واحد ربع إنا نوم هذا اليوم وزارة دلنيرة دعيرة هي دولة جلبات كير شبلة وسوق عسنتي رمضان كابكي مدوين كده بكرة سعد مجال البلدوينة وما أنت نحلف دي سي هم بلدي سأوفر دينه يكون قولي ستك واحدة أكتوبر حافظ بندوين كديسن سيدو كالتو حنوم هذا علينا يا جودي كي كسر شقي أو جوه الرئي ولالك حسن بيلا أو أه أغيها كوبا دعكت هرشة بيلا يسيدو كالتو قدوميها سبورتس كو جوالكا وسبا سيغان كسو غاري قبا قبادي وران تيو حن ربا إن أن أوهان بليه حافظ أكتوبر مقالة بلدوين حافظ بندوين وحن لي هاي وادو قلنتين كوبكا قد والبو اترتنتنا وانو ماذا قليننا انك استو نصيبك كالهيلي كوح والبو اجعل دين كوبكا قادو كوح والبو اربتي اني ماانت فرحادا لو تاقيها اني ايضان المركز اللوغو هم بليايو لكن نصيب كوح الرعا حافظ اكتوبر اكتوبر وحن لي هاي قوشات قارتين واديقو هم بليانينا وحن او ماذا قلنيا ما انو هم بليانيا ناديق اللي رادو اكتوبر قادي كوبكي ربضان كاب إن بدأ أخص عدي قلبت المجال هذا برد ويني يسوق من قابيين أما وسوق من قابيي سردة لأن يردا سبورتس كهير شبه لا هي حرير كوكب بدأ عقته كهير شبه لا وعلى أكتوبر وما تنتهين واحد واحد سوق قرتين وقت ما هي تاي مهم تاي إن قاعدة تان كوكا وروح تبدن وأنا أسود جداشين خوف كستو أما نادي كستو دذال كوكو سمعين آخر كده وجراء من جد وجد ومن سرع حسد ساس أيه هذا مالينا ما مادي عربي جاهد وحنلاقي يعني مركز أكتوبر أي وإذا قريب سنة معي توفر حدا يوم معي ترى رأي أنت أسكدي هنيجا وكفى هذه السنة يو فرصة ده نقالي جاء غير أكتوبر وحيسو قد بين أما يبلا نقادين أنا يسافروا يسمي دونان سبورتس النادي كوكا قادي لسه وده كل مدونان رمان دموي كوكو بيني قبل كان أرنت هسنوان سودوين هي وأنا أقول قرب قال يا هدو إلهي إن سبحانه وتعالى وأنا ما هتنتهي وحوم هاد علينا يا ولالكي من لا يرى من با إسبورتس رنتي وحوها يعني وحا جوب جو كأهاي سدح ترتن أو كقب قلايو أو تيم كنا كتر سناي ما أها من ما ملك حق جيز كسوق قال وأنا نادي كتر سناي كل يبو حاليا هاي وما سنتهاي يرجعنتا على يرى قصة ميسي رنتي كوحد يقول يستنو حاليا هاي وامن نادن أذي كان همبليو دلك سو موجسين dabar adeegii sadex maalmo tartanka soo socday waa u qalantay in aan sanadkan champion noqoto aniga waxaan leeyahay hambalyo
sidoo kale waxaan mahadcelinayaa walaalkay asna oo ku cusub ururka kubadda cagta dowlad goboleedka Shabeel ee gobolka Hiiraan qaybtiisa dhaalay insha Allah waxaan rajaynayaa isbeddel muuqda inuu asna la yimaado sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa lajamadii hore ayaga naftigooda tartankii quruxda badnaa ay u soo dhabareen ayaga qabteen insha Allah waxaan rajaynayaa waxa jiri doona aan u fudayn doona degmooyinka kala duwan ee tagaa doona insha Allah oo ugu horeeyso martigelin ay ka heleen degmada Maxaas oo ugu horeeyso inta joognaa isla hadalna tiimka oo horeeyo degmada ugu horeeyo tartankaad waxa la ciyaar doontaa insha Allah ducaal idmo degmada Maxaas sidoo kale waxaan rajaynaynaa in ay jiri doonto naadiyadii tartamada Ramadaanka ee degmadan Baladweyne lagu qabtay ayadana ay jiri doonto fadhi oo ballan qaaday gudoomiyaha ayadana waan rajaynaynaa insha Allah lix naadi ahaayeen lix naadiba koob lagu maamuusi doono iyo qada sharaf iyo kulamo dhiirigelin loo sameyn doono si guud loo sameyn doono insha Allah midan si gaar ah walaalkay Xasan u sameeyeen waxaan leeyahay waa maasan tahay waxaan maanicinaa ciyaartoyda koobka Ramadaanka ku soo guuleystay xaafada October runtiina waxaan dhiirigelinaa ama aad aan u soo dhaweynaa mudanaha walaalkeen ee nagu soo casuumay xalfadan Mr. Barqalle runtiina waxaan dhihi karnaa manaa dhiirigelin iyo walaaltinimo iyo saaxiibtinimo mid aad u xambaarsan ayay leedahay mid kale waxaan rabaa inaan laba kelmad aan ka dhaho kooxda ku soo guuleysatay iyo ciyaartoydii ay kala soo kulmeen runtii sportsku waa isdhexgal iyo walaaltinimo ama haddii la rabo in heerkan la soo gaaro waxa u baahan tahay juhdi badan iyo macnaha ishi waqti badan in la soo geliyo ayarada iyo macnaha iyo macallinka wataba runtii waxa u tahay macnaha tusaale cad in magaalada Baladweyne dhalinyaradii maanta ku soo guuleystay koobkan haddana macnaha casuumadan iyo sharafta badan ee noo sameeyay runtii waxaan leeyahay dadkii macnaha qof kasta oo ka qayb qaatay waxaan leedahay macnaha wax aad u deesho mudan in lagu daydo runtii macnaha magaalada koob badan waa la soo kala qaaday laakiin koobka hadii la soo kala qaado macnaha koobka waxay ka leeyihiin maamus gooni ah koobka qaar waxaa lagu soo wareejiyay xaafadaha macnaha hoomey koranta laga saaro waa la soo wareejiyay qaar macnaha xaafadaha waa la dhexmaray kana laakiin macnaha kooxdii soo guuleysatay akhyaartii magaalada guddiga sportiska wax ka maqan aan dhihi karo mar runtii waxay tahay macnaha ii sheeg waxa aad ugu hambalyeeya waxaad iskale lagu kulmi halkan anagu caafimaad qabno maanta waxaan aad u dareensanahay inay meeshaan ka jirto farxad aad u weyn oo aan ugu dabaaldegayno naadiga October xanashadii koobka Ramadaanka kaabka ay xanteen si gaar ah waxaan u mahadcelinaynaa Al-Ustaad Xasan Barqadle oo ah nin dhalinyaro ah oo ka tirsanahay xaafadda October ciyaartoydii kasoo baxday ka mid ahay waxaan leenahay Ustaad waa mahadsan tahay qofka bini'aadanka uu garanaya abaalka qofka uu ku leeyahay dhalinyaradan maanta abaalka aad u gashay ama baraarujinta aad u samaysay Ustaad aadan kaaga mahadcelinaynaa haddaan ka midnahay baaxada sportiska ee degmada Baladweyne waxaan leenahay maadaama maanta October ay champion noqotay aadan ugu hambalyeynaynaa waxaan halkan ugu mahadcelinayaa Mr. Xasan Barqadle runtii oo ah legend hore aabe sportis kamida baaxda sportiska kubadda cagta kooxda October xaqiiqatan waxaan leeyahay wuxuu ahaa legend hore asaas suurtageliyay maanta qaadan inay halkan ka dhacday iyo kooxda October waxaan leenahay ku dayshisa mudantii waa maadsantii 114 intaas marka laga tago kooxaha magaalada Baladweyne ka dhisan mid iyo laba ma ahan koob waa la qaadi jiray midkan ugu horeeyo mana ugu dambeeyo waxaan leenahay ku daysada kooxda October sida ay muujiyeen xaqiiqatan waan boorineynaa sportsna hadda maqashaan waa isdhexgal bulsho dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan haday ganacsata ahaa lahaayeen haday maamul ahaa lahaayeen haday dad mas'uuliyiin oo xil haya ahaa lahaayeen waxaan leenahay ku daysada leejanka da'da yar sidoo wasaaradda caafimaadka Mr. Xasan Barqadle kaliya inaad aragtiin mas'uul wasaaradeed ma aha waa inuu naga mid ahaa ciyaartoygii noo ciyaari jirin oo ka mid ahaa naadiga October runtiina waa mudan yahay dhalinyarta xaafadane oo kuwooda muxuu ahaa ciyaaraha ka fariistay ama maanta meelaha mudan jooga inay dhiirigeliyaan kooxaha si maaragtay loogu daydo oo dhiirigelin weyna u noqoto naadiga October runtii waa naadi culus oo xaafadaas bundaweyn matala wuxuuna ku guuleystay shan koob oo ka mid ah oo kii hadda u dambeeyay todoba koob oo ka qayb galnay Ramadaantii marka isagana hadda waxa waaye qorshayaal badan u degan oo ah in isagana horumarka sportiga uu qayb ka noqdo runtii bilow cusub aan sameynay oo ah inaan qadadan isugu yeerno dadkan quruxda badan maanta oo maxay ahay xiriirkii kubadda cagta uu joogaan gobolka urur gudoomiye dhalinyarada uu joogo
runtiina maxay ahaato iyo kooxdi ay u dhantahay meeshan waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto fursadan in naadiga uu ku howlan yahay asagoo kaashanaya xiriirka sportiga iyo lejimada hore xaafada in ay aadi doonaan safar degmooyinka ilaa afarta degmaa ayagoo ramadaanta koobkii lagu qabanayay halkaasi koox walbaba meesheeda ugu tagi doono iya qada sharafkan maanta waxaa maamuuska leh sharafta leh waxa noo sameeyay walaalkeen bah sportis ah oo haddana ka tirsan team October Masuul Xasan Barqalle waxa leeyahay waa kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee noo sharaftay marka xigtana waxaan u mahad celinayaa balayeradii koobkan inoo suurto geliyay oo ugu horeeyo xayad Dalaal iyo Calyaani marka adikana waxa leeyahay aad u mahadsantiin insha Allah tiimka waxa waa intaa in ka badan hor socod badanna waa rajaynaynaa insha Allah